مساء الخير يا محمد. مساء النور يا كابتن، والحمد لله على السلامة للنادي الأهلي في الدوري الممتاز بعد 90 يوم. 3 شهور صحيح. وزي ما حضرتك اتكلمت وقلت، النادي الأهلي كان بيلعب وكان بيشرف أفريقيا في كأس العالم للأندية، الدوري الأفريقي، بطولة جديدة استحدثها الاتحاد الأفريقي، والناس نسيت أو تناست، الناس بتتكلم على النادي الأهلي، إن الاتحاد الأفريقي في لوائحه والاتحاد الدولي قال إن هو اي بطوله غير البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي في افريقيا او كاس العالم للانديه يتم تاجيل كل المباريات المحليه. دي لائحه. دي لائحه، فواضح الناس اصلا ما بتقراش، بس فكره ان الناس فاكره بس النادي الاهلي بيتجامل، النادي الاهلي هو اللي بيسيطر على الناس كلها، هو اللي بيفرض رايه. لا، وكأن النادي الاهلي قاعد في البيت. بالظبط، ما بيلعبش. يعني لو حسبت الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي هتلاقي ما فيش فرقه لعبت نصها حتى بالزبط. في الدوري المحلي. بالظبط. هي كمان حضرتك لو اتكلمت والناس جابت الفرق اللي بتشارك مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه هتلاقي النسب متقاربه. طبعا يمكن النادي الاهلي عنده زياده علشان كان عنده بطولتين. لا مش يمكن، ده عنده زياده. بالظبط، عنده بطوله الدوري الافريقي السنه دي النادي الاهلي في اول مستحدث حاجه ثانيه، كمان لعب كاس العالم للانديه، بعديها ب 48 ساعه لعب كاس السوبر الابطال في دوله الامارات، وكمان النادي الاهلي كان بيلعب بره مصر. انت ما تقولش الاهلي لعب في كاس العالم الانديه، ما ده العادي، ده الطبيعي. بالظبط، كان في كاس العالم الانديه. بالظبط بالظبط كده، او كان الاهلي هو اللي بيستضيفه في كاس العالم الانديه. النهارده عندنا مباراه صعبه، مباراه يعني النادي الاهلي ان شاء الله يقدم فيها المردود المطلوب منه ان شاء الله باذن الله. عنده فرصه النادي الاهلي يستعيد النقاط اللي فقدها في خلال ابتعاده عن المشاركه. النهارده بلدية المحله جاي من هزيمتين متتاليتين، الصحافه النهارده بتتكلم على فكره عوده حامل اللقب. صحيح. يعني كل الصحافه النهارده بتتكلم، يمكن حتى بعض الزملاء اختلفوا في الارقام. أيوة. في ناس قالت 89 يوم، في ناس قالت 90 وفي 91. مظبوط. فالحمد لله على سلامه البطل، وان شاء الله النهارده يفرح الجماهير. بدايه الاهرام بتتكلم على بلديه المحله في بروفه قويه قبل مواجهه يانج افريكانز، وزي ما حضرتك اتكلمت ان النادي الاهلي كان عنده ماتش في افريقيا او هيلعب ماتش يانج افريكانز، فوجود في الماتش في النص كده بتدي فرصه للجهاز الفني ان هو يدفع بعض العناصر، سواء الصفقات الجديده، ودي طبعا وفقا لوجهه رؤيه الجهاز الفني، او لبعض اللعيبه العائدين من الايقافات او الاصابات. كمان الحاجه الثانيه ممكن يدي فرصه لاراحه بعض اللاعبين اللي هم مش مقيدين في القائمه الافريقيه. بتكلم برضو ان النهارده دي الاخبار تكلم على برضو فكره المؤجلات، وتكلم ان مارسيل كولر طلب اللعيبه ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه بتقربوا في رصيد النقاط، ويستعيد ان شاء الله القمه اللي هو اصلا غايب عنها الفتره اللي فاتت. من الاخبار نروح برضو للصحيفه اللي بعدها، الجمهوريه تتكلم النهارده مواجهه قويه بين البلديه والنادي الاهلي، وقالت ان ممكن مارسيل كولر النهارده يستعين ببعض الصفقات الجديده، وطبعا ده وجهه نظر الجهاز الفني. عندنا في بعض العناصر اللي هم زي عمر كمال عبد الواحد. صحيح. ووسام ابو علي اللي هو تالق خلال الدقائق اللي شفناها في الماتش الميدياما الاخيره، كمان في محمود الزنفولي حارس المرمى. يعني بيفضل في الاوقات اللي زي دي ان حارس المرمى يبقى متواجد، يبقى ثابت، يبقى ثابت، يبقى ثابت، خاصه ان مصطفى شوبير بيقدم مستويات بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه ان شاء الله ويستمر في الفترات القادمه ان شاء الله، ويبقى فترة جاية في المنتخب ان شاء الله، ان شاء الله من نشاط الرحمن. من الجمهوريه برضو بنتكلم على المصري اليوم، بيقول ان النادي الاهلي كولر بيحذر من الاستهتار، وعبد الرؤوف يراهن على الهداف اللي هو حسام اشرف اللي هو هداف الفريق، هداف الدوري. وكمان من الحاجات اللي بتكلم فيها صحيفه المصري اليوم ان مارسيل كولر قال ان الفرقه تعرضت لخساره، اللي هي بلديه المحله تعرضت لخساره اخر ماتشين، فعندهم دوافع قويه ان هم يظهروا بيدافع بشكل قوي عشان يعوضوا، وخاصه كمان نتائجهم يا كابتن اثرت على ترتيبهم في الدوري. صحيح. حتى المركز 12 من 13 مباراه عندهم 13 نقطه، فالامور بالنسبه لهم مش قد كده. صحيح. خاصه كمان كانوا بدايه قويه جدا، الناس كانت متفائله بيهم بشكل قوي جدا في البدايه. بالظبط، بعد اول ماتشين كانت الاداء بتاعهم مميز. من الشروق برضو تتكلم على ان حامل اللقب يستضيف بلدية المحله في لقاء مؤجل، وعبد الرؤوف برضو بيسعى للعوده بنتيجه ايجابيه، خاصه ان هو عارف ان النهارده النادي الاهلي عنده انتعاشه بعد حسم تاهله لدور ربع نهائي في دوري ابطال افريقيا، وعنده فرصه كمان ان هو يحسن من موقف الفريق في الدوري الممتاز. من الشروق اللي في الجول، في الجول بيتكلم على حكم المباراه، دي هيئه الوطن، بيتكلم على التغييرات لا التدوير، زي ما حضرتك اتكلمت
فكره ان هو ممكن يجي تغيير مش هيدور في شكل الفريق بشكل كامل. من في الجول برضو بتكلم بعدها على حكم المباراه النهارده احمد الغندور هو حكم مباراه النهارده، بتقول ان ده اول ظهور ليه للفرقتين، للفرقتين بيحكمها بالظبط، وهو كمان اول ظهور ليه في الماتشات الاهلي او الزمالك النهارده في الموسم دوت، هو حكم 3 ماتشات ما حكمش لا الاهلي ولا بلديه. لكن احمد الغندور تاريخيا حكم النادي الاهلي 18 مباراه، فاز في 14 وتعادل في 4 مباريات، وده الظهور الاول لاحمد الغندور في مباريات البلديه بشكل عام. ايوه من يلا كوره بتتكلم على غياب فريق كامل يا كابتن، انت بتتكلم على 11 لعيب فرقه كامله برضو، ده اللي بيدفع او ضريبه اللي بيدفعه النادي الاهلي من المشاركات القاريه، الناس كلها زي ما حضرتك كلمت وقلت الناس عامله النادي الاهلي كان قاعد في بيتهم ما بيلعبش، لكن ادي حصيله المشاركات الخارجيه والارهاق والسفر لكذا دوله او كذا قاره، يعني الاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب في اسيا ناقص يعني بعد كده كاس العالم الجاي هيلعب في امريكا. ف ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا رب. ان شاء الله بالتوفيق يا رب. برضه بالحاجه اللي معانا برضه الكوره بلس بتكلم على التاريخ الحاز لصالح الاهلي قبل مواجهه بلديه المحله في الدوري، 27 لقاء ضد البلديه، الاهلي فاز في 22 مباراه، البلديه عارف ان البلديه بقى لها 15 سنه ما كان لعبش في الدوري الممتاز، 2008 16 2008 كان اخر حاجه، ودي اخر مواجهه كانت بين النادي الاهلي والبلديه، كان تعادل على ما اعتقد انا فاكر. اخر اربع في اربع تعادلات بين الاهلي والبلديه، الاهلي طبعا حصيده كبيره في الاهداف 50 هدف وكسب 22 لقاء من 27 بالظبط، من 27 ما احنا قلنا 22 مكسب و 4 تعادل وواحده فوز لبلديه المحله، 50 هدف للنادي الاهلي و 13 هدف للبلديه. اخر حاجه النهارده في اليوم السابق بيتكلم ان الاهلي 10 اضعاف بلديه المحله في القيمه التسويقيه، النادي الاهلي عنده 32.84 مليون يورو وبلديه المحله 3.18 مليون يورو، يعني يعتبر 10 اضعاف. صحيح. الوطن بيتكلم على فكره ماذا قدم الاهلي في دوري الاهلي قبل مباراه، الاهلي لعب 6 ماتشات عنده 14 نقطه، فاز 4 ماتشات وتعادل ماتشين. ولم يتلقى اي هزيمه، وهو الفريق الوحيد حتى الان في جدول ان شاء الله لم يتلقى الهزيمه، وان شاء الله يكمل بالظبط ان شاء الله ويحقق النتيجه الايجابيه ان شاء الله النهارده ويكسب ان شاء الله 3 نقاط يا رب. ويقرب شويه في جدول الترتيب. اخر حاجه ان شاء الله نتكلم فيها مارسيل كولر في الجوله الخامسه السنه اللي فاتت حقق الفوز على طلائع الجيش 2-1، من الحاجات برضو في الترانسفير ماركت قال ان مارسيل كولر يوم 27 فبراير ما بيخسرش اي ماتش، لعب ماتشين حقق الفوز في مباراتين، في منهم مباراه في الدوري السويسري وفي مباراه في الدوري الاوروبي، وان شاء الله النهارده تبقى الانتصار الثالث ان شاء الله، ونتقابل ان شاء الله يا كابتن، واحنا دايما ان شاء الله منتصرين ودايما النادي الاهلي في متقدمه ان شاء الله باذن الله. رب شرفتنا يا محمد، شكرا يا كابتن في النادي الاهلي ان شاء الله.